السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت منا تكونوا بخير ومرحبا بكم في درس آخر من الكورس ديال السي اس اس. في الدرس إن شاء الله بغينا نتعرفوا على واحد السيليكتور اللي مهم في السي اس اس. هاد السيليكتور اللي غادي نتعرفوا عليه اليوم إن شاء الله هو السيليكتور التالي اللي هو فاصلة. وأشنا هو الدور ديال هاد السيليكتور هذا وعلاش مهم؟ حيتاش هو عن طريق هاد السيليكتور هذا تتجمع به العناصر اللي عندهم نفس الخصائص. يعني شنو كيعني اننا كنجمعوا به العناصر اللي عندهم نفس الخصائص؟ اجي نديروا مثال تطبيقي واش نوضحوا اشنا هي الاهميه ديال هاد السيليكتور هذا. تخيل معايا انك انت في الاتش تي ام ال عندك انتيا هنايا واحد المجموعه ديال العناصر. يعني عندك هنايا واحد الاتش 1 مثلا، وهاد الاتش 1 مثلا تتكون من واحد 6 الكلمات، وعندك واحد الباراغراف مثلا. انتما عندنا واحد الباراغراف هنايا، وهذا الباراغراف مثلا عنده واحد 25 كلمه، وعندنا مثلا واحد الاتش 3. وتخيل معايا ان هذا الاتش 3 وهذا الباراغراف وهذا الاتش 1 هذا بغيتي تعطيهم انتيا نفس اللون. هنايا شنو خصك دير؟ لحد الان حنايا شنو تعلمنا؟ تعلمنا اننا كنشدو كل تاغ نيم بوحدو. يعني خصك تمشي للسي اس اس هنايا، انتما غتمشي للسي اس اس غتقول لي هنايا الاتش 1 غتقول لي هنايا كالر، وتقول لي مثلا ريد. وتخيل معايا ان الباراغراف تاع هي ملونه بالريد، يعني غتقول لي ثاني هنايا كالر مثلا ريد. غتشد كل طاق نيم بوحدو وغتبقى تقول لي كالر ريد. يعني هادشي تعلمنا حنايا لحد الان من بجينا الكورس ديال السي اس اس لهاد الدرس هذا. يعني غادي نجي للسيف غتلاحظ ان الاتش 1 والباراغراف ديالنا والاتش 3 ديالنا غتلاحظ انهم كاملين ملونين بالريد. ولكن قال لك بما انه كاين واحد السيليكتور عندنا اللي سميتو فاصله، ما بقيتيش محتاج لهاد الخدمه كامله انك تبقى تشد كل طاق نيم وانك تعطيه واحد الخاصيه معينه، وانه الا جينا نشوفوا انهم كاملين عندهم نفس الخاصيه. يعني اش هي الخاصيه اللي مشتركه بيناتهم؟ هي انهم كاملين عندهم الكالر ريد. هنا تجي الخدمه ديال الفاصله اللي قلنا انه الدور ديالها هو انك تجمع بها العناصر اللي عندهم نفس الخصائص. يعني انه مثلا تخيل معايا انك انت عندك واحد ثلاث طاقات، وهاد الطاقات كاملين عندهم نفس الخاصيه. يعني شنو كتجي؟ قال لك انك كتكتب الطاق واحد كتجي الفاصله. يعني هاجي اشنو هو الدور ديالها كنجمعوا بها الطاقات ديالنا. كتقول لي الطاق جوج كتجي الفاصله، كتقول لي الطاق ثلاثه كتجي جوج المزاوجات. هنا كتكتب الكود ديال السي اس اس اللي مشتركين فيه، يعني كتب هكا اللي مشتركين فيه. حنايا الا مشينا لهنايا الكود ديالنا اشنا هي الخاصيه اللي تيشتركوا فيها؟ هي الكالر. يعني اني محتاج اني نكتب بهذه الطريقه نكتب ثلاث مرات؟ لا، غادي نقول ليه اتش 1 هذا السيليكتور ديالنا راه ساهل وبزاف. غادي نقول ليه هنايا باراغراف، وغادي نقول ليه هنايا الاتش 3، وغادي نجي هنايا المزاوجات، وغادي نقول ليه هنايا كالر مثلا ريد، وغادي نجي للسيف. اجي نشوف السي اس اس واش غتقول لي هي كتخربق ولا انها غتشد هذا الكالر هذا وانها غتعطيها للطاقات كاملين. هانتوما كما كتلاحظوا انه ما كاين حتى شي فرق. اجي نبدلو، اجي مثلا نقول ليه هنايا جرين، هانتوما نقول ليه هنايا مثلا جرين، وغنلاحظوا انه غادي يلونها ليا بالاخضر. وكان هذا هو اول سيليكتور، ومن ابتداء من هذا الدرس ان شاء الله الدروس المقبله ان شاء الله غادي نبداو نشوفوا كاع السيليكتورز اللي عندنا في السي اس اس واللي كيسهلوا علينا الخدمه وشنو كنعنيو بكل واحد، وغادي نشرحهم ان شاء الله بالتفصيل. يعني اشنا هو السيليكتور اللي شرحنا في هذا الدرس اللي هو فاصله، وقلنا انه عن طريقه تجمع بها نفس العناصر اللي عندهم نفس الخصائص انتما، ودلنا هنايا عليها كيفاش ان السينتاكس ديالها تتكتب. وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده من هذا الدرس، ونتلاقاو في الدروس المقبله ان شاء الله اللي غادي نبداو الخدمه الواعره بالسي اس اس، وغادي نبداو نتعرفوا على السيليكتورز اللي كدير بهم خدمه اللي واعره وبزاف. وخليت لكم الراحه.